السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات قناتنا ستيب باي ستيب. وإحنا عارفين طبعا اللي إحنا بندي فيها معظم المناهج سواء للغات أو المدارس العادية. بالنسبة للنهاردة عندنا منهج كي جي 2 هنتكلم عن الترم الثاني يونت 5. كنا في الحلقة اللي فاتت نراجع سريعا كده على بعض الحاجات اللي إحنا خدناها. كان العنوان اليونت بتاعتنا my party. ايه الحاجات اللي موجوده في البارتي او البيرثدي بارتي؟ مجموعه من الصور بتعبر عن البيرثدي بارتي. ممكن نسال اولادنا كده ايه الحاجات اللي هنا اللي بتستخدم في البيرثدي بارتي، يعني ايه بيرثدي بارتي؟ حفله يوم الميلاد. هيبتدوا يشاوروا لنا على الحاجات اللي هم عارفينها. انا مش هقولهم دلوقتي لانهم خلاص موجودين اوريدي في الحلقه السابقه، لكن هكمل ايه بعض الحاجات اللي احنا ما قلناهاش. يوجرت ايه هي اليوجرت؟ يوجرت الزبادي، يوجرت. يبقى احنا مثلا اولادنا واحنا بنديهم زبادي ياكلوه ما نقولهمش زبادي، لا نديها لهم كده ونقول يوجرت، ودي احسن طريقه اللي هم يحفظوا بيها. بيتزا، ونسالهم مثلا هو انت بتحب البيتزا؟ Do you like pizza? فيبتدي يجاوب yes I do or no I don't. Do you like؟ نبتدي نسأل حاجة حاجة فيهم. Do you like an ice cream? Do you like an ice cream? Or do you like ice creams? Do you like juice? Do you like water? Do you like water؟ أو مثلا هنا بقى مش هنقول do you like لأن طبعا بالفعل كلنا بنحتاجها، فهنقول له do you need هل أنت تحتاج water؟ Do you need water? Yogurt. Do you like yogurt? Do you like salad? أو do you want salad؟ هو أنت بتحتاج salad أو تريد salad؟ Do you like present? Do you like balloon? وده كان بعض الاكسرسايز برضو اللي تم في الحلقة اللي فاتت، لكن النهاردة بقى نشوف هناخد ايه. هنكمل وهناخد vegetables. ايه هي الفيجيتابولز اللي عندنا؟ الفيجيتابولز بتاعتنا vegetables معناها مش لازم اقول معناها بس فكروا معايا دلوقتي. Tomato. Repeat after me again. Tomato. Cucumbers. يبقى عرفنا الفيجيتابلز هي عبارة عن ايه؟ tomato, cucumbers, carrot. Tomato, cucumbers, carrot. وبرضو من ضمن الكلمات الجديدة علينا food. ونميز لأولادنا الفرق بين food وفوت. فوت نفس الكلمة وقريب قوي من الأكسنت من النطق، لكن هنا بنتكلم عن فوت. فوت معناها قدم، فوت معناها قدم. قدم الرجل بنقول لهم اللي احنا بنلبس فيه ايه؟ السوكس او الشوز. لكن فوت معناها طعام. فوت. ايه هي الأطعمة اللي مطالبين بيها في السن ده؟ cheese. الجبن. cheese. bread طبعا الخبز، سواء اي نوع بقى، كايزر او ممكن فينو او الخبز العادي بتاعنا. bread. وكمان olives. ايه هو الاوليفز؟ اوليفز بمعنى زيتون. الزيتون طبعا بيبقى مرتبط ارتباط وثيق بالتشيز، تشيز اند اوليفز. ممكن هنا نعلم اولادنا حاجه، عايزين يقولوا انا اريد كذا، فهيقولها ازاي؟ I want cheese and olives. I want bread. I want tomato. I want cucumbers. Okay. بعد كده في صحيح في هنا
سؤال question مهم جدا اللي هو ايه؟ Can I have some salad please? Can I have? Have هنا ليها two means مش معنى واحد. هبتدي اللي انا اشرحها لكم لان الموضوع هنا مهم جدا. شوف صفحة فاضية كده، هنتكلم عن have. احنا كنا خدناها في الترم الاول وقلنا اللي هي بتتكون من have and has. have و has ايه الفرق ما بينهم؟ الاتنين بمعنى يملك، يملك او عنده، حد عنده حاجة فبيبتدي بيقول have I have. الفرق بين have و has طالما هما الاتنين معناهم يملك، ان have بتيجي مع pronouns I, subject pronouns I, we, they, you. طب has الاس على طول بتحب مين صاحبها؟ he, she, it او اي اسم مفرد، وهنا او اي اسم جمع. نبتدي نقول I have مثلا حد عنده كورة، طفل يقول لنا انا عندي كورة. I have a ball. I have a red ball. انا عندي كورة لونها احمر. I have a dress. انا عندي فستان. طب لو عايزة اتكلم على بنوتة وهي مش معايا فابتدي اقول هنا ايه؟ She has. She has. She has a dress. She has a skirt. She has a doll. She has anything. اي حاجة هي بتملكها. He has. هو عنده. He has a door. Sorry. He has a dog. He has a cat. هو عنده قطة. هو عنده كلب. He has a jeans. عنده بنطلون جينز. He has jeans. Sorry. He has cars. هو عنده سيارة. فببتدي بالطفل ممكن يتكلم عن نفسه ويكون جمل على have و has. كمان الجديد معانا ان have ليها معنى جديد خالص. have او has برضو معناها ليها معنى غير يملك او عنده. ايه المعنى ده؟ معناها يتناول. يعني ايه بقى يتناول؟ يعني دلوقتي احنا عندنا have بيجي بعد have او has، طبعا بيجي بعدها حاجة drink or eat، حاجة بتتاكل، نقول food مثلا أو drink أو شيء بيتشرب. شيء بينفع اللي احنا نشربه أو شيء بيتاكل. طيب ممكن نقول for example what I have salad. ايه معناها هنا I have salad؟ I have salad معناها مش أنا عندي سلطة، لا معناها أنا بتناول سلطة أو أنا باكل سلطة. I have salad. Okay. I drink. شايفين هنا بقول I drink. مثلا بقول I drink juice. I drink juice. أنا بتناول العصير. نيجي نشيل drink. Drink. لو شلتها وبدلت مكانها كلمة هتبقى have. I have juice. أنا بتناول الجوس. يبقى كده عرفنا have و has. Have و has معناهم يملك او عنده، او كمان المعنى، والمعنى ده المينز ده مهم جدا اللي هي بمعنى ايه؟ سوري. بمعنى يتناول، وبيجي بعديها شيء بيتاكل او شيء بيتشرب، وجبة او مشروب. خلاص كده فهمناها. I have بيجي بعديها وجبة او مشروب. نرجع بقى لموضوعنا تاني ونفتكر الكويتشن اللي انا قلت عليه. Can I have؟ ايه معنى can I have هنا؟ Can I have معناها هل يمكنني أتناول some salad please؟ مثلا ابننا أو بنتنا أو ضيف أو أي حد أو في ريستورانت بيبتدي يقول هنا Can I have some salad please؟ بيبتدي يقول لحد المامي بابي لأي حد يقول له إيه Can I have some salad please؟ ممكن أتناول بعض من السلط. Can I have some salad please؟ فيبتدي الإجابة على Yeah, here you are. Yeah, here you are. Can I have some salad please? Yeah, here you are. Can I have some salad please? Yeah, here you are. طبعا ممكن نقول yes أو yeah، الاتنين زي بعض. والموضوع هنا بيتحافظ السؤال ده ونبتدي نكرره لأولادنا، حتى لو احنا احتاجنا منهم حاجة، هم بياكلوا حاجة أو بيشربوا حاجة، فبنبتدي نقول لهم إيه؟ Can I have some salad please?
Can I have some salad, please? هل يمكنني تناول بعض من السلطة؟ أو can I have some juice, please? Can I have some cheese, please? Can I have some olives, please? وبكده يبقى الموضوع سهل سهل جدا، واحنا كده الحمد لله انتهى يونت 5، وان شاء الله موعدكم مع الحلقة الجديدة. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.